سأل عن حلف اليمين، يقول دائما أعقد اليمين ثم أحنث فيها وأكفر، لكني أكثر من ذلك، هل في ذلك بأس؟ نعم، هذا مخالف لما أمر الله تعالى به في قوله واحفظوا أيمانكم، فإن الله تعالى أمر بحفظ اليمين، ومن صور حفظها أن لا يحنث بها الإنسان إذا كان الحنث ليس فيه خير، أو كان الحنث يقتضي وقوعا في محرم. المقصود أنه لا يحنث، لا يحلف كثير، لأن حلفه كثيرا سيفضي به إلى الحنث، وهو مخالف لما أمر الله تعالى به في قوله واحفظوا أيمانكم. نسأل الله له الهداية والإعانة، ومن عظم الله في قلبه لم يجره على لسانه إلا على نحو يكون فيه على ثقة أو على غلبة ظن بما يكون من قوله، إما فعلا أو تركا أو نحو ذلك، تصديقا أو تكذيبا.